جدا، كان في رسائل كتيرة جدا للمصريين وللخارج أيضا، لكن كان في حاجة حصلت امبارح عايزين نقف عندها شوية. بالتأكيد أن سجل النجاح المليء مليء للفريق كامل الوزير، الفريق كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، هو ده اللي دفع الرئيس السيسي أنه يرشحه لتوليه وزارة النقل وتطوير كل هيئتها طبعا، وفي مقدمتها الوجع الكبير وهو السك الحديد. دي كانت من أهم الحاجات اللي شهدتها الندوة التثقيفية 30 للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد، وكلنا تابعناها امبارح. في رأيي أنه مثل هذه الخطوة هتكون بداية جديدة لوزارة النقل، نقدر نقول أننا دلوقتي ابتدينا العلاج الحقيقي لوقف نزيف الدماء على حوالي 9000 كيلو من قضبان سكك حديد مصر. هيكون موعدنا إن شاء الله كما أعلن في 30 يونيو 2020، ده موعد انتهاء تطوير هذا القطاع واللي حدده الرئيس بالأمس، علشان نحط بقى كلمة النهاية للمأساة دي. وده خلينا نقول إنه لما بتتوفر الإرادة المستحيل بيكون حقيقة. ليه بقول الجملة دي؟ لأن الرئيس قرر أنه يتم بتر الإهمال اللي استمر أكتر من 40 سنة في قطاع السك الحديد. إن شاء الله هيكون على أحسن ما يرام بعون الله في الموعد المحدد. إيه الأمل ده وليه متأكدة كده؟ لأن الفريق كامل الوزير أداها وقدود، وشفناه في مشاريع كتيرة قدر أنه يخلص بجودة المشروع وفي وقت اللي اتقال عليه بالظبط. وزي ما قال امبارح الفريق كامل الوزير انه وراه قائد عظيم بيدعم الفريق كامل الوزير ومجموعة العمل.